35 ألف جنيه ورحمة أبوك يا مؤنس؟ أيوة رحمة أبوي بجد يا مؤنس؟ النعمة بجد؟ يا حبيبي يا مؤنس 35 ألف جنيه؟ عمره تقوم ضيعهم في الحاجات دي كلها؟ شفتوني عليا حرامي ولا قاتل؟ السلام عليكم، أنت بتفي في الأرض يا سمر؟ إيه يا بابا؟ موطيك إيه بتفي في الإيدي؟ بتفي عليه كمان؟ لا يا بابا. أمال إيه يا ابني؟ إيه مالكوا؟ إيه الوضع العجيب اللي شايفه ده؟ يا حبيبي ده كان إيه ده؟ ده مؤنس يا بابا. أيوه يعني كنت بتعمل إيه تحت يا ابني؟ كنت بعمل بروبوزل. إيه يا ابني الحاجات دي ما شاء الله؟ يعني حاجات بسيطة كده وأنا معدي قلت أعمل شوبينج. ايه انت الحاجات دي ايه؟ ده مؤنس عامل مفاجأة. ايه هيسيب البيت؟ بابا ما هي دي احلى مفاجأة انه يسيب البيت يا بنتي. لا يا بابا. عايز فلوس؟ فلوس ايه يا بابا؟ بيقولك عايز فلوس. ايه الثقة اللي عنده دي؟ خربان يا عمي. يا ماما ماما. ايوه يا سمر في ايه؟ انا لحقت. تعالي قولي لبابا المفاجأة بتاعت مؤنس. يا سلام، مبارك لمؤنس يا حاج، اشتغل وفي الشغلانة اللي اشتغلها بياخد 35 ألف. خد 35 ألف جنيه؟ أيوة. ليه بلغ عني ولا ايه؟ ايه ده؟ 35 ألف جنيه. مبروك يا مؤنس. ألف مبروك يا ابني. مبارك فيك يا عمي. ألف مبروك. ده ايه دي بقى؟ دي شاشة جايبها علشان شاشة؟ أيوة يا بابا، جواها ريسيفر داخلي وريموت. أيوة ريموت. اه جواها جول يا بابا. بقول لك دي شاشه سمارت. سمارت عليك انت يا نني قلبي. يا حبيبي لولا. نعم يا عيوني. اشحن يا معلم. تعالى يا حبيبي. تعالى جربها عندنا الاول. ايوه نشيل شيل معلمات. هي شغاله. ما انا هجربها اشوفها بقى الاول. احنا نحطها في الاوضه شويه عندنا. هبعت لك القديمه ولو عجبتني يبقى حلال عليا. خلاص وهجيب لك انت بقى القديمه اللي عندنا. حاسب تقع. تعالى انت مالك بقى؟ ان شاء الله تتكسب مش انا خدتها. خش يا حنة. خدي عشان نتفرج على بس اقفلي علينا بقى عشان نتفرج على فيلم تايتانيك ذا بارت 2. ماشي؟ يلا اقفل. ابوكي خد الشاشه. ايوه. بقول لك يا انت عندك مشترك؟ مؤنس عندك مشترك؟ هجيب لك مشترك. حاضر. مشترك دوران ولا ثلاثة خرم؟ ثلاثة خرم؟ اه عندي الثلاثة خرم وعندي الدوران. طب هات لي الدوران. هجيب لك. حاضر. وخلي التاني عندك. الثلاثة خرم عندنا. اه يا سلام والله عجبني. هتبدأ السهرة دلوقتي؟ ايه يا مؤنس في ايه؟